يوجد ستة من الآباء البطاركة عاشوا 40 سنة أو أكتر. أشكر الله كثيرا إنه شاء برحمته أن أكون سابع هؤلاء الستة، وأشكره أيضا لأنه أعانني في كل ما عمل في الكنيسة حتى الآن. السماء سافرت أيوة يا أبويا، لكن وسط نار وفي قلبنا هتعيش بجد لحد آخر عمرنا. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، خليكم مطمئنين. وعاش على الأرض بسمة شالت لينا السلام، ووقت الجد صخرة تعلم معنى الإيمان. وعاش على الأرض بسمة شالت لينا السلام، ووقت الجد صخرة تعلم معنى الإيمان. ووسط المحنة ضحكة دي بترسم لينا سكة، نوصل بر الأمان، نوصل بر الأمان. جوا السماء سافرت أيوة يا أبويا، لكن وسط نار وفي قلبنا هتعيش بجد لحد آخر عمرنا. ربنا موجود وكله للخير ومصيرها تنتهي. والحكمة معاك ده لسان العطر بينا، مهما الأوجاع تزيد ده همسة حب فينا، عيني سهرت علينا وهتحكي المعجزات، تحكي المعجزات. جوا السماء سافرت أيوة يا أبويا، لكن وسط نار وفي قلبنا هتعيش بجد لحد آخر عمرنا.